الفنان إيمان البحر درويش، أهلا بحضرتك. النهاردة في تدشين حملة بأمر الشعب لتكليف الفريق أول عبد الفتاح السيسي للترشح للرئاسة، كلمنا عن مشاركة حضرتك النهاردة. أنا بحب الفريق السيسي جدا ومسميه على صفحتي الفارس. الفارس. إن هذه الجرأة في اتخاذ القرار جعلته، يعني ربنا جعل حب الناس له بهذا الشكل، انه بيشتري رضا الله بسخط الناس، بل اشتراه بسخط الحاكم الذي عينه. فبالتالي شايف اي حد يهاجم السيسي يهاجم بناء على ايه؟ يعني هذا رجل مصلحته كان هو يفضل مطيع للحاكم في يترقى لغايه ما يبقى اعظم واحد في الدنيا، لكن هو الرجل لم يرضي الحاكم، بل بالعكس هو شاف ان هذا الشعب ظلم شديد ومحتاج ان هو يرفع عن كاهله كل هذا العبء، فبالتالي اتخذ القرار الصائب في ان هو هذا القرار اللي هو جعل الأمة العربية تعود مرة أخرى إلى قلب اللي هي مصر، هي قلب الأمة العربية. الموقف المشرف للسعودية وللإمارات وللكويت وكل الدول العربية موقف يجعلك ان انت لو في مؤتمر للقمة العربية اعتقد ان العالم كله سينتظر قرارات هذه المؤتمرات. زمان ما كانش ليها قيمة ان كان دايما القوى الكبرى هي المتحكمة، دلوقتي اعتقد كل الناس هتبقى منتظر اي قرار الى القمة العربية. يعني رأي حضرتك اذا او ماذا نفعل اذا الفريق اول عبد الفتاح السيسي رفض ترشح؟ اعتقد ان هذا الرجل عندما يرفض فهو يرى اشياء لا نراها، فانا واثق في قراره انه سيكون صائب باذن الله، سواء كان بالانصياع الى امر الشعب من حب الشعب فيه او ان هو يرفض. فهذا كلام اعتقد هناك امور لا نعلمها، ليس كل ما يعرف يقال وليس كل ما يقال حان وقته. فاعتقد ان هو هذا القرار فريق السيسي والمستشارين اللي معاه اعتقد لهم رؤيه مختلفه عننا. هناك عديد من الحملات تدعم الفريق اول عبد الفتاح السيسي، يعني ماذا تقول لهم يعني بحيث هل ينضموا هل يعني يتحدوا، يعني ايه رايك؟ ده حب الله سبحانه وتعالى، لما ربنا يحب بني ادم فيجعل الناس تجتمع على حبه. يعني ده حضرتك شايف انها تجتمع في حمله واحده افضل؟ والله هم مهما اجتمعوا هذا الرجل اولا له رؤيه مختلفه عن كل من سبقوه، فهو له عايز اقول لك القرار اللي بيتخذه اولا قليل الكلام. يعني لما قال زمان ما تخافوش على مصر ما قالش غيرها، ما وضحش ايه، لكن ما تخافوش على مصر. ما تخافوش على مصر ايه؟ ان هو عنده دعم من الجيش العظيم اللي وراه، وعنده دعم من الشرطه الباسله اللي بتضحي باولادها دلوقتي في انها تدافع عن هذا الكلام عباره عن منظومه كامله تجعلك تثقي في من ورائك. فبالتالي هذا الموضوع ليس ارضاء لاحد ولكن ارضاء لله، فيجعل سبحانه وتعالى ان كل الشعب يجتمع ان هو يتمنى ان تكوني رئيس الجمهوريه. واعتقد ان هو لو ربنا جاب له هذه الرئاسه سيعينه عليه. دايما النبي صلى الله عليه وسلم قال لك لا تطلب الاماره، هو لم يطلب الاماره، وهو يعني عندما قال ان احنا نطمع في الكرسي هو صادق فيما يقول. لكن اذا كان الشعب عايزه وربنا سيريد وهو من خلال المستشارين سيروا ان هذا هو الانسب، لان انا شايف ان مصر محتاجه الى رئيس قوي وشجاع. ماذا عن الدستور؟ الدستور انا شايف الدستور الناس بتقول كلها نعم نعم الاعلانات كلها الموجوده، لكن يجب ان يعلموا ان لا ستذهب الى من قتلوا اخواتنا، الى صالح من قتل اخواتنا واولادنا. فانا شايف ان نعم دي مهما كانت الاختلافات على الدستور هذا الدستور سيكون باذن الله مؤقتا، مش هيكون باستمرار، لانك دايما الدساتير تكتب في لحظه وفاق وليست في لحظه اختلاف. فبالتالي هذا الدستور مهما كان فيه اختلافات فيجب ان نعلم ان هي نعم عشان مصر، مش عشان لان لا هتروح لصالح ناس قتلوا اولادنا، ده صعب جدا. شكرا.